شو بتظنوا انه هي اكبر التحديات اللي عم تواجهنها؟ العادات والتقاليد. العادات والتقاليد وانه موجود بالعالم الاسلامي، والدليل على انه العالم الاسلامي ما عم بيواكب الحضاره بحكم العادات والتقاليد. التغير العالمي هو دولاب عم يمشي بسرعه ونحن راكبين على ظهر النمله. هاي الفكره على فكره يعني عفوا بس يعني وصلتنا لمراحل من التخلف رهيبه. مثلا الدنيا قايمه قيامتها وارهاب ودنيا وكذا، وشيخ قاعد عم يحكي لك بسمك جرابات المره. طب هذا لما بتفكري ما بتكتشفي انه هذا زلمه مو عايش بالدنيا؟ بوقت من الاوقات يعني اعطيت العادات والتقاليد سلطه دينيه، يعني هيك اخذت شيء سلطه دينيه وضيفت الدين. عن جد هلا الشباب ما عادوا قبلوا تقولي لهم انه هيك دين، اعطيني دليل اللي ممكن يكون في تفسير اخر. المجتمع اللي نحن عايشين فيه عم بيتغير، كيف نحن بنقدر نضل عايشين بهذا المجتمع ونضل عايشين ضمن نطاق الاسلام؟ وكيف الاسلام بيخلينا فعلا نتأقلم ونصير عايشين بهذا المجتمع بطريقة صحيحة؟ صارت يعني كانوا من زمان المرأة لازم تكون حبيسة بيتها، يعني كان في مقولة أن المرأة ما بتطلع إلا لمكانين، من بيت أهلها لبيت زوجها ومن بيت زوجها لأبرة. فهذا كتير كان شيء خطأ، يعني إذا الأم ما تعرفت ما تعلمت فالأجيال من وين بدها تكون متعلمة؟ يعني الأم مدرسة أنت أعددتها أعددتها جيلا كاملا. نحن يمكن هلا نقول انه مثلا عندنا مشكله قله الثقافه، الجهل صار له زمان كثير، الدين على الان في دين. هلا انا متفائله لانه فعلا عم شوف البنات الجامعيات اليافعات اللي اصغر اللي اكبر بشوي، يعني في مستوى ثقافي ووعي صار اكثر واكبر، فبتتفائلي بالجيل اللي حيجي اللي حيكون تحت ايدين هدول الامهات، فبتحسي انه لا ان شاء الله حيكون في شيء احسن. هل هذا الشيء سهل بهالايام انه المراه توصل لمنصب قيادي؟ لا لا مش معنى، لانه غير مقبول بالعادات والتقاليد. تمام، طول ما في سور عادات نرجع نرجع بنقول انه العادات والتقاليد سور او بالاحرى قفص، قفص عم يخلينا كلياتنا جواته. طيب الله يعطيكم العافيه.